بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، سنة 6 وحشتوني قوي قوي، ورجعنا لكم تاني مع اختبار شهر اكتوبر 2024، واتحداك لو خرج منه الامتحانات. وخلي بالك ده بالنظام الجديد اللي هو المنهج الجديد، وفي اسئلة عمرك ما تخيلتها ولا تصورتها، وانا متأكد ان انت هتستفيد منها كويس جدا جدا جدا. بس كل اللي عليك ان انت تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة، وتحاول ان انت تشير الفيديو عشان الكل استفيد منك. طبعا الأسئلة اللي هي بتبقى مكررة علينا أسئلة أكمل وصح وغلط واختيارات طبعا، ومن أكون وبما تفسر ومن نتائج وماذا يحدث. احنا هنقسمه الكلام ده على فيديوهين، الفيديو الأولاني هنتكلم فيه على أسئلة أكمل وأسئلة اختار وأسئلة صح وغلط ومن أكون. تمام، يلا بينا بقى عشان مطولش عليكم. بس أنا عايزك تمسك ورقة وقلم كده وتركز معايا كويس قوي. يمتد ايه الوطن العربي وسط قارات العالم انهون؟ العالم على طول القديم. طيب لما اقول لي تصل قناة السويس بين البحر الاحمر وانه بحر كمان؟ البحر المتوسط. طيب لما يقول لي جبال زاجروس تحد الوطن العربي من جهة ايه؟ الشرق. طيب تمتد دول الوطن العربي في قارتي ايه؟ طبعا اسيا وافريقيا. طب لما يقول لي وطننا الحبيب مصر يقع في انه جناح؟ ما عندنا الجناح الاسيوي والجناح الافريقي، لكن مصر موجودة في الجناح الافريقي. يا تامر يا عبد العال، ايوه بكلمك انت يا ابني، ركز معايا بقى شوية. اصغر الدول العربية من حيث المساحة، من حيث المساحة هنقوله البحرين. طب اكبر الدول من حيث المساحة هنقوله الجزائر. طب البحر الذي يفصل بين جناحي الوطن العربي الافريقي والاسيوي، في بحر كده ما بين افريقيا ما بين اسيا، اسمه البحر ايه؟ البحر الاحمر. طيب لما اقول تقع كنيسة القيامة في دولة ايه؟ فلسطين. طيب يا يطل الوطن العربي من ناحية الغرب، الغرب على المحيط الأطلنطي. طيب تقع جبال تورس على حدود الوطن العربي أنهون؟ الشمالية. تمام، الصحراء الكبرى تحد الوطن العربي من جهة ايه؟ من جهة الجنوب. طيب نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو النظام ايه؟ ايوه عبد العال وصل معانا اهو، يلا جاوب بقى يا عبد العال. القبلي. تمام، انت يا ابني اللي واقف في البلكونه يا ابني، هو مش عاجبك الكلام اللي انا بقوله؟ تعال قرب. اشتهرت تجارة مكة برحلتين شتاء الى ايه؟ الى اليمن، وصيفا الى ايه؟ الى الشام. طب لما يقولي ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 570 في مدينة ايه؟ في مدينة مكة. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفتي يعني حاجتين، الرعي وايه؟ الرعي والتجارة. طيب لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بايه؟ كلنا عارفين بالصادق الامين. طيب كانت المرحلة الثانية من نشر الدعوة هي مرحلة ايه؟ الدعوة الجهرية. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ايه؟ حراء. نزلت رسالة الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سن الكام؟ الأربعين. سن الكام؟ الأربعين. طيب ظلت الدعوة إلى الإسلام سرا لمدة كام سنة؟ 3 سنوات. يا ابني سيب السندوتش اللي في ايدك يا ابني وركز معايا، والله بكلمك انت، ما تبصش للي جنبك ولا تبص المنطقة ولا الباباك، ركز معايا. طيب لما نقول هنا هاجر المسلمون في المرة الاولى الى ايه؟ الى الحبشة. لما نقول اول من اسلم من الرجال هو مين؟ ابو بكر الصديق. لما نقول عرف عن العرب البلاغة وحب ايه؟ الشعر. لما نقول خاضه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من اجل حماية الدين والدفاع عن انفسهم، هم عملوها من اجل ان هم يحموا الدين ويدافعوا عن انفسهم، اسمها ايه بقى؟ الغزوات. طيب الصحابي الذي هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى يثرب، هو خلي بالكم يثرب هي المدينة، احيانا بيجينا يثرب واحيانا بيجينا المدينة. مين بقى اللي سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر الصديق. اهل يثرب الذين بايعوا النبي على نصرته، يبقى نسميهم ايه؟ نصرته، يبقى الانصار او النصارى الاتنين واحد. تمام، طالما قال لي نصرته يبقى الانصار. طيب الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا يبقى المهاجرين.
طيب أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد. خالف الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة إيه؟ إيه هي الغزوة اللي الرماة ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزوة أحد. نص صلح الحديبية على هدنة بين قريش والمسلمين لمدة قد إيه؟ 10 سنوات. اعتدى حلفاء قريش على قبيلة خزاعة، كان سببا في فتح ما قبيلة خزاعة كانت تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش وقبيلتها طبعا اعتدوا على مين؟ على قبيلة خزاعة، وده كان سبب في فتح ايه؟ فتح مكة. ارسل ابو بكر الصديق جيشا لمحاربة الروم في بداية خلافته بقيادة مين؟ أسامة بن زيد. المرتدون هم القبائل التي رفضت دفع ايه؟ دفع ايه؟ مش المصاريف يا ابني، ركز معايا، دفع الزكاة. طيب استشهد كثير من حفظة القرآن الكريم في حروب ايه؟ الردة او المرتدين، الاتنين واحد، خلي بالكم. عايزين تكتبوا حروب الردة مفيش مشكلة، عايزين تكتبوا حروب المرتدين مفيش مشكلة. طيب أوصى أبو بكر الصديق بالخلافة من بعده للصحابي مين؟ عمر بن الخطاب. يبدأ التقويم الهجري من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى إيه؟ إلى يثرب اللي هي المدينة. عايز تقول يثرب ما فيش مشكلة، عايز تقول المدينة ما فيش مشكلة. طيب تم فتح مصر وبلاد العراق في عهد الخليفة مين؟ عمر بن الخطاب. انتهى عصر الخلفاء الراشدين باستشهاد مين؟ علي بن أبي طالب. أول من أمر بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، خلي بالك هنا حاجة مهمة، لما يقول لي جمع القرآن في مصحف واحد، جمع القرآن في مصحف واحد، يبقى ساعتها نقول مين؟ عثمان بن عفان. لكن لو قال لي جمع القرآن يبقى مين؟ أبي بكر الصديق. أول من جمع القرآن أبو بكر الصديق، لكن اللي جمعه في مصحف واحد هو عثمان بن عفان، فرقه كويس جدا جدا. طيب أنشأ عمر بن الخطاب الدواوين، ومنها ديوان بيت المال وديوان إيه؟ الجند. نقل علي بن أبي طالب مقر الخلافة من المدينة إلى إيه؟ الكوفة. والكوفة ديت موجودة فين؟ في العراق، المكان الذي اجتمع فيه زعماء قريش لتخطيط لقتل الرسول، هو دار الندوة. جمع القرآن في عهد، جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق على يد من؟ الصحابي. اسم الصحابي ايه؟ زيد بن ثابت. خلي بالك هنا ايه؟ جمع القرآن، أول سؤال أمر بجمع القرآن في مصحف واحد، يبقى لما يقول له مصحف واحد نقول عثمان بن عفان، لما يقول لي جمع القرآن نقول له الصحابي مين؟ أبو بكر الصديق. بس أسند الكلام ده لمين؟ لزيد بن ثابت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 10 هجريا لأداء فريضة ايه؟ الحج. طبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة. يمتد الوطن العربي وسط قارات العالم الجديد، الكلام ده غلط. يحد المحيط الهندي الوطن العربي من جهة الغرب، الكلام ده غلط. يقع بحر العرب والصحراء الكبرى جنوب الوطن العربي، الكلام ده صح. تقع دولة جزر القمر في المحيط الهندي، الكلام ده صح. دول الجناح العربي الاسيوي اكثر عددا من دول الجناح الافريقي، الكلام ده صح. تشترك دول الوطن العربي في التاريخ واللغه والثقافه، الكلام ده صح. اكبر الدول العربيه مساحه هي دوله السودان، الكلام ده اكبر غلط. يشرف وطننا العربي على 3 محيطات مهمه، الكلام ده غلط. لما يقول لي بحار نقول له تمام، لكن هنا قال لي ايه؟ محيطات، ما تخلوش يلعب بيه. وانت يا ابني اللي ماسك برضو الشاي يا ابني وقاعد تشرب كده، يا ابني ركز معايا شويه. يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي، اكيد الكلام ده صح. قامت على ارض الوطن العربي العديد من الحضارات كالحضارات طبعا المصريه القديمه، الكلام ده صح. الوطن العربي يعد موطنا للديانة السماوية، طبعا صح. الأزهر الشريف في مصر من المراكز الدينية المهمة في الوطن العربي، طبعا صح الصح. عرف العرب صناعة السيوف والرماح قبل الإسلام، وما كان بيحاربوا بإيه؟ أكيد الكلام ده صح. كانت حرفة الزراعة هي الحرفة الرئيسية في شبه الجزيرة العربية، إزاي حرفة الزراعة هم ما كانش عندهم مية ولا كان عندهم نهر نيل؟ الكلام ده غلط. وقت البنات اللي هو دفن البنات أحياء وشرب الخمر من الصفات الحسنة، من الصفات الحسنة من غير ما أكمل، شرب الخمر من الصفات الحسنة، يبقى أكيد الكلام ده غلط.
عرف عن العرب إهمالهم للشعر، إهمالهم للشعر غلط، ده حبهم للشعر. ولد النبي في عام الفيل A570 اللي هو يسمى عام الفيل، الكلام ده صح. كانت الدعوة الإسلامية سرا لفترة تجنبا لأذى قريش، صح. والفترة دي 3 سنين. رحبت قريش بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، رحبت قريش بدعوة النبي، غلط. نزل جبريل بالرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء تعبده في غار حراء بمكة، صح. واجه الرسول أذى قريش بالأساليب السلمية، صح. هاجر المسلمون إلى الحبشة لأن بها ملك عادل، صح. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة القبائل العربية للإسلام خلال موسم الحج، صح. عرف عن العرب قديما البلاغة وحب الشعر، صح. انتشر عن العرب شرب الخمر قبل الإسلام، صح. اجتمع زعماء قريش في دار الأرقم، زعماء قريش في دار ايه؟ الأرقم، غلط. تمام. التخطيط الجيد أدى إلى نجاح هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، صح. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة برفقة صديقه علي بن أبي طالب، غلط. اقتصر دور المسجد في الإسلام على العبادة، خطأ. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة المدينة لتنظيم أمور سكان المدينة، صح. استقبل أهل يثرب الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بالترحاب، صح. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المؤاخاة بين المهاجرين واليهود، المهاجرين وإيه؟ واليهود، لا غلط، المهاجرين والأنصار. هزم المسلمون في غزوة أحد بسبب قلة عددهم، غلط، بسبب مخالفتهم لأوامر النبي. نجحت قريش وحلفاؤها في الانتصار على المسلمين في غزوة الخندق 5 هجرية، غلط، ده المسلمين هم اللي انتصر عليهم. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في التسامح يوم فتح مكة، صح، لما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. نتعلم من غزوة أحد ضرورة الالتزام بأوامر القائد أثناء الحرب، صح. طيب، اتبع المسلمون نظام التوريث في اختيار الخلفاء الراشدين، غلط. تولى أبو بكر إمامة المسلمين أثناء مرض الرسول، صح. أول عمل قام به أبو بكر بعد توليته الخلافة هو جمع القرآن الكريم، صح. إيه؟ جمع القرآن الكريم، غلط طبعا، لأن أول عمل قام به اللي هو إرسال جيش أسامة بن زيد. طيب، المرتدون هم قبائل رفضت دفع الزكاة ومنهم من ادعى النبوة، صح. كان إرسال الجيوش خارج شبه الجزيرة العربية بهدف تأمين حدود الدولة الإسلامية، صح. أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب ديوان الجند، صح. بدأ التقويم الهجري بهجرة المسلمين إلى الحبشة، خطأ. أمر عثمان بن عفان بإنشاء أول أسطول بحري في الإسلام، صح. أراد عثمان بن عفان توحيد قراءة القرآن الكريم، صح. قام الخليفة علي بن أبي طالب بنقل مقر الخلافة إلى الكوفة، صح. تم تنظيم الشرطة في عهد الخليفة عثمان بن عفان، خطأ. كان النظام الملكي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية، غلط، النظام القبلي. طب بقى لما يقول لي اختار بقى، يحد الوطن العربي من الشرق جبال زاجروس، يحد الوطن العربي من الشمال البحر المتوسط، دول عربية تقع في قارة آسيا، مفروض دولة عربية تقع في قارة آسيا، هي ايه؟ الكويت. إذا أردت السفر لأصغر دولة في الوطن العربي من غير ما أكمل، أصغر دولة في الوطن العربي اللي هي البحرين. توجد الكعبة المشرفة في دولة ايه؟ السعودية. جبال تحد الوطن العربي من جهة الشمال، تورس. أكبر الدول العربية مساحة، الجزائر. دولة عربية إفريقية تطل على مضيق جبل طارق، إفريقية، المغرب. أشهر القبائل العربية قبل الإسلام اللي هي مكة. أي مما يلي يعد من الصفات الحسنة للعرب قبل الإسلام؟ الوفاء بالعهد. كانت الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هي إيه؟ الرعي. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للعيش في بيت عمه وهو في سن كام؟ 8 من عمره. نزلت رسالة الإسلام على سيدنا محمد في شهر إيه؟ رمضان.
امر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بالهجره اول مره الى ملك الحبشه. لجا الرسول صلى الله عليه وسلم الى نشر دعوته في موسم الحج واستجاب وفود من اهل قلنا يثرب او المدينه الاثنين واحد. الحرفة التي عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عمه، حدد لي هنا في بيت عمه، يبقى راعي الاغنام. بدأت قريش في مواجهتها للرسول صلى الله عليه وسلم بإيذاء المسلمين. قامت الدولة الإسلامية على مجموعة من الأسس، أول هو بناء المسجد. أولى الغزوات التي خاضها المسلمون ضد قريش هي غزوة غزوة بدر. لم ينتصر المسلمون على قريش بعددهم بل بإيمانهم، تشير العبارة إلى إلى بدر. تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة أحد. الصحابي الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق هو مين؟ سلمان الفارسي. ترتب على صلح الحديبية نشر الإسلام عالميا. عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين بعد فتح مكة. أول من أسلم من الرجال هو مين؟ هو أبو بكر الصديق. جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق على يد الصحابي مين؟ اسم الصحابي زيد ابن ثابت. أحد أهم أعمال الخليفة عمر بن الخطاب وضع التقويم الهجري. تم فتح مصر في عهد الخليفة مين؟ عمر بن الخطاب. أمر الخليفة عثمان بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد. تم إنشاء أول أسطول بحري لتأمين سواحل مصر والشام من هجمات مين؟ الروم. نقل الخليفة علي بن أبي طالب مقر الخلافة إلى إلى الكوفة. آخر الخلفاء الراشدين هو الخليفة مين؟ علي بن أبي طالب. الخليفة الذي أمر بتعيين شرطة لحراسة بيت المال علي بن أبي طالب. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ليالي شهر رمضان. توفى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة اللي هي يثرب. استطاع المسلمون بناء دولتهم وصد أذى المشركين بعد هجرتهم إلى إلى يثرب أو المدينة. وبكده أولادنا كنوا قد انتهينا من هذه المراجعة. تابعوا بقية المراجعات إن شاء الله بإذن الله، لأن بقية المراجعة ديت موجودة بس في فيديو تاني عشان ما أطولش عليكم. وإن كان لدى أي أحد منكم أي سؤال أو استفسار يكتبوا في التعليقات، وشرف لي أن أنا أرد عليكم. ولا تنسونا من خالص دعائكم، ولا تنسونا من اللايكات والاشتراكات. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.